تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. سيداتي سادتي أخواتي إخوتي، أحيانا نسمع من بعض الفئات المنشقة عن الكنيسة الكاثوليكية طعنا منهم لها وللكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة. هذا الطعن يقول أنه الكنيسة الكاثوليكية وطبعا الأرثوذكسية معها هي بابل الوثنية، وأنها بعيدا منكم حسب تفسير بعض الفئات لسفر الرؤيا فصل 17 أنها بعيدا منكم الزانية الكبرى الجالسة على الوحش. أولا بصراحة قال أحدهم في القرن السادس عشر، وكان قسا كاثوليكيا في الأصل ألمانيا، أنه بابل هي الكنيسة الكاثوليكية، وأنه هي سبي بابل، أي الكنيسة الكاثوليكية هي السبي إلى بابل، ولكنه لم يكن أساسا أصلا يعترف بسفر الرؤيا. بل سنة 1522 عندما نشر ترجمته الألمانية للعهد الجديد، العهد الجديد بين يديه، حذف منه ثلاثة أصفار: رسالة يعقوب التي قال عنها أنها رسالة من تبن شترو بريف حاشا وكلا، الرسالة إلى العبرانيين بما أنها تتحدث عن الكهنوت، كهنوت المسيح بما أنه هو أنكر الكهنوت، ثم بالضبط سفر الرؤيا. إذا كانت كلمة بابل تعني بلبلة، عفوا لنرجع عنا إلى سفر التكوين، فليست البلبلة موجودة لا في الكنيسة الكاثوليكية ولا في الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة، لأن عندنا في الكنيستين الشقيقتين هرما ثابتا لا يتزعزع، أفكارا واضحة، عقائد وممارسات واضحة. عندنا كنيسة كاثوليكية واحدة وعندنا كنيسة أرثوذكسية واحدة عبر الأجيال والقرون. إذا أردنا أن نتكلم عن بابل بمعنى بلبل أي البلبلة، فمع الأسف الشديد هذه البلبلة موجودة خارج الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، كما كان يشكو مارتن لوثر نفسه في طبعة فايمار لكتاباته، يقول إن عندنا طوائف بقدر ما عندنا من رؤوس، وليس هنالك من أحمق أخرق إلا يدعي أنه نال وحيا من روح القدس فينصب نفسه نبيا. كلمات مارتن لوثر. وفعلا قبل وفاة مارتن لوثر يعني كانت هناك ما لا يقل عن 43 حركة تعيد العمات أو ترفض تعميد الأطفال. الآن نأتي إلى نص رؤيا 17. ما أسهل أن تقول هذه الزانية الكبرى هي الكنيسة الكاثوليكية انطلاقا من كلمة بابل. لنقرننا هذا النص مع نص الرسالة الأولى، رسالة بطرس الأولى فصل 3 آية 15، تسلم. إذا أردنا أن نقول إنه بابل هي روما، ولكن ننتبهن بابل هي روما الوثنية عدوة المسيحية وليست كنيسة روما. ما هو الدليل؟ دليل بطرس الأولى فصل 3 آية 15: تسلم عليكم المختارة التي في بابل إن بابيلوني سينيكليكتي. ما قالش بابل حاف يعني لحالة، المختارة التي في بابل التي اختارها الله حتى وسط بابل الوثنية، ومرقس ابني، يعني مرقس كاتب الإنجيل الثاني بوحي من الله وإلهام منه تعالى، ترجمان بطرس كما يقول لنا القديس إريناوس. إذن بابل
صفات بابل في سفر الرؤيا فصل 17 ليست صفات الكنيسة. لماذا تقول بعض الفئات أنه خصوصا السبتية من إخواننا السبتيين أنه هذه بابل هي بعيدا منكم الزانية هي الكنيسة الكاثوليكية، لأنه الكنيسة الكاثوليكية هي اللي غيرت من السبت إلى الأحد. طيب الكنيسة الأرثوذكسية، الجماعات إخواننا اللوثريين الأنجليكان المعمدانيين كلهم إمتى بيصلوا؟ ما عدا أصحاب الاتجاه السبتي كلهم بيصلوا يوم الأحد. نفس سفر الرؤيا فصل 1 آية 10، أنا أخوكم يوحنا كنت في جزيرة بطمس في يوم الرب. شو باليوناني؟ انكرياكي إميرا، كيرياكي. اسألوا أي يوناني شو يعني كيرياكي؟ من كيريوس الرب، كيرياكي يوم الرب. إمتى يعني؟ السبت الأحد، يوم الرب الأحد. ومنها الأرمني جي راجي من اليوناني كيرياكي من كيريوس الرب. إذا هي عندك سفر الرؤيا قبل ما تقولي فصل 17 فصل 1 آية 10 عيدك اليمين إن كيرياكي إميرا في يوم الرب. ما هي صفات بابل بعيدا منكم الزانية الكبرى؟ بقول إنها جالسة على وحش له سبعة رؤوس. هنا أقتبس الجواب اللي هو مش جوابي أنا بل جواب الأب إتيان شاربونتيه وغيره، رؤيا القديس يوحنا. رؤيا القديس يوحنا بيقول هاي السبعة أو عفوا الوحوش أو سبعة رؤوس الوحش، عفوا وحش واحد كفينا، وحش واحد هلكونا الوحوش، وحش واحد بسبعة رؤوس يمثل روما الوثنية بتلالها السبعة مش الفاتيكان. هي آية 9 بيقول عن ملوكها السبعة، أنهم هم السبعة الأباطرة الوثنيين الذين حكموا إيش؟ روما الوثنية، وفي منهم من اضطهد المسيحيين. إذا أخذنا منهم ثلاث أباطرة لم يملكوا إلا بضعة أشهر من سنة 68 إلى 69، وهم من غالبا أوتون وفيتاليوس. بضل عنا سبعة اللي هم أغسطس قيصر، تيباريوس قيصر، كاليغولا، كلاوديوس هذا اللي طرد اليهود من روما، نيرون اللي طرد المسيحيين من تحت رأس زوجته الثانية اللي كانت متعاطفة مع اليهود، فيسبازيانوس، تيتوس هذا طبعا بالرجوع للوراء، وبعد الثامن دوميسيانوس. إذا هاي عندنا هاي إذا الملوك السبعة، في عندنا كمان ملوك عشرة، فهذول هم شرفاء أغفلت أسماؤهم والذين كانوا يقدمون خدماتهم إلى قوة روما السياسية لتضطهد المسيحيين. هلأ إحنا حكينا عن يوم الرب، خلينا نحكي شوي عن اليهود هون في سفر الرؤيا. أكثر من مرة حسب ذاكرتي مرتين سفر الرؤيا أبوكاليبسيس بتقولنا عن بعض اليهود أنهم مجمع الشيطان، كنيس الشيطان. ليش كنيس الشيطان؟ لأنه كانوا يضطهدون المسيحيين، لأنه كانوا يقاومون الإنجيل المقدس وربما بتشديدهم الزائد على هالأشياء الخارجية من شريعة موسى. حتى عندما يتكلم سفر الرؤيا عن وحش البر ووحش البحر، عادة علماء الكتاب المقدس فسروا وحش البر هو الشعب اليهودي المضطهد للمسيحيين
في أرض كنعان اللي بعدين راح يصير اسمها فلسطين، ووحش البحر تعرف يعني بعد البحر إيش تيجي؟ روما الوثنية المضطهدة للمسيحيين طبعا من تحت رأس اليهود، على الأقل اضطهاد نيرون. الآن هنالك دراسات حديثة، منها دراسة الأب بريك فان دي ووتر من كهنة البطريركية اللاتينية المقدسية في فلسطين، والآن يسكن الولايات المتحدة الأمريكية. تبين من دراسته، ويا ريت هون معنا أبونا ريك حتى يعطينا تفسيرات أكثر، بس راح تلاقوها في أطروحة الدكتوراه التي كتبها، إنه وحش البر هم اليهود المقيمون في هذه الديار الكنعانية المقدسة واللي كانوا يضطهدوا الكنيسة. طيب، وحش البحر مش الإمبراطورية الرومانية بقدر ما هم اليهود المقيمون في الشتات الدياسبورا والمضطهدون أيضا الكنيسة. إذن بغض النظر عن وحش البر وحش البحر، خلينا نفكر مع بعض في عبارة مجمع الشيطان، كنيس الشيطان. بدناش ننسى إنه الكلام لا يجوز أن يكون اعتباطيا وغير نزيه، حتى لما سفر الرؤيا فصل 17 يتكلم عن بعيدا منكم الزانية الكبيرة الجالسة على الوحش وكل هالبلاوي، ما بقول إنها زانية لأنها حولت السبت للأحد، هذا مش مكتوب. شو بقول؟ بقول إنها امتلأت من فم، عفوا من دم المؤمنين الشهداء اللي استشهدوا في سبيل شهادة يسوع، يعني الشهادة في سبيل يسوع. طيب يا عمي، أنت بتقول عن كنيسة روما؟ أول 30، إذا مش أول 32 بابا من باباوات روما ماتوا شهداء في سبيل شهادة يسوع. مين اللي قتلهم؟ روما الوثنية. طيب لو كانوا وثنيين، لو كانوا متعاطفين مع الوثنية لما قتلتهم روما؟ أساسا روما الوثنية كانت، وأرجو أنه نلاحظ هذا الشيء، كانت تضطهد المسيحيين. ليش؟ انه كانوا يرفضون السجود للامبراطور، كانوا يرفضون العبادة للامبراطور. على فكرة لاحظ انه روما الوثنية نفسها كانت تسمح لليهود المقيمين فيها انه ما يعبدوا الامبراطور. اليهود معفيون، المسيحيون مضطهدون. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ على أي أساس اضطهد المسيحيون في زمن نيرون؟ ومن تحت رأس مين؟ من تحت رأس امرأته الثانية المتعاطفة مع مين؟ مع اليهود، التي كانت قريبة جدا من اليهودية، كانت من متقي الله وأحد مستشاري نيرون بعد أن استغنى نيرون عن الفيلسوف العظيم الإسباني الأصل سينيكا. إذن أيها الأعزاء، لما الإنسان بيحكي إشي لازم يكون كلامه موثق. وإذا بتقولي الكنيسة الكاثوليكية هي المقصودة، خليني أشكرك هالمرة بس، مش على أنك بتقول أنها الزانية العظمى بعيدا منها ومن الجميع، بل انت بنفسك بتقول انه الكنيسة الكاثوليكية كانت موجودة آنذاك. طيب الفئات اللي كثير من البشر ينتمون إلها ما معهمش خبر انها نشأت بعد سنة 1520 في ألمانيا وبعد سنة 1800 في الولايات المتحدة، وأقصد بالذات إخواننا السبتيين، ألم ينشأوا على يد توماس ميلر المعمداني الأمريكي سنة 1843
وقبل أن تنمحل الحركة التقطتها إلين هيرمون وايت. هذا هو التاريخ. خلينا نرجع للتاريخ، وعندما نعرف الحق، الحق يحررنا.